الله اسمع قال إنني في بحر غم خذ يدي ساحلنا أشكالنا. میرے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب تلاوت قرآن ہو, قرآن پاک کی جب تلاوت کی جائے تو خاموش اور ادب سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. سارے مل کے کہہ دے سبحان اللہ.